صباح الخير وبركاته، معكم ليث من قناة ليث تيوب. اليوم رجعتكم فيديو جديد. اليوم راح نحل اكثر لغز مشهور بالعالم، تقريبا كل الناس بتعرفه. اليوم راح نحل مكعب روبيك 3×3. مكعب روبيك 3×3 طبعا مكعب سهل جدا. اليوم ان شاء الله راح نحله بثواني باسهل طريقه ممكنه، بس المطلوب منكم انكم تركزوا بكل شيء بحكيه، تحفظوا اشياء مطلوب منكم حفظها وما تمشوا ولا ثانيه، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا لايك على الفيديو. يلا نبلش. خلينا أول إشي نتعرف على الأشياء اللي بيحتويها مكعب 3×3. بيحتوي مكعب روبيك 3×3 على 6 وجوه، هاي وجه 2، 3، 4، 5، 6 وست ألوان. الألوان هي أصفر، أحمر، أزرق، برتقالي، أخضر وأبيض. بس دي أنبه على شغلة إنه بعض المكعبات بدل اللون الأبيض بيكون حاطين لون أسود، فأنتوا بتعتبروا هذا اللون أسود لون أبيض وتحلوه على هذا الأساس. ولازم نتذكر إنه اللون الأبيض دائما مقابل للأصفر، والأحمر دائما مقابل للبرتقالي، والأخضر مقابل الأزرق. بتكون مكعب روبيك 3×3 من 3 طبقات. الطبقة الأولى واللي تسمى بالطبقة السفلى، الطبقة الثانية واللي تسمى بالطبقة الوسطى، الطبقة الثالثة واللي تسمى بالطبقة العليا. بتكون مكعب 3×3 من المراكز. المراكز هي القطع المتصفية الموجودة بمكعب الروبيك اللي ما بتتحرك لو شو ما حركنا المكعب. زي ما انتو شايفين هيك بيكون شكل المراكز خارج المكعب، وهيك داخل المكعب بتكون زي بهذا الشكل. هي هون عنا المركز الاخضر، هي هون داخل المكعب، وهنا خارج المكعب. طبعا عدد المراكز 6 مراكز، فهون عنا المركز الاخضر، هي هون الاخضر والاحمر، هي الاحمر، هي 2 صاروا، هون الابيض وهنا الاصفر، هي صاروا 4، وهون البرتقالي والازرق صاروا 6. قطع الزوايا، قطع الزوايا هي قطع توجد على اطراف مكعب الروبيك وبتتكون من 3 الوان. فمثلا عندنا زي هاي الزاويه، عندنا هنا في لون احمر واخضر واصفر، وعندنا مثلا هاي الزاويه لونها برتقالي وابيض وازرق. وعدد قطع الزوايا بتكون 8، يعني هون 4 بالطبقه العليا و4 بالطبقه السفلى، هي هون عندنا 1، 2، 3، 4، هون تحت 5، 6، 7، 8. هيك بكون شكلها خارج مكعب. هاي عندنا هنا مثلا زاوية أصفر وأحمر وأخضر، بندور عليها. هاي عندنا الزاوية بكون شكلها داخل المكعب، هاي هون أصفر أحمر وأخضر، هاي أصفر أحمر وأخضر. قطع الحواف، قطع الحواف هي قطع توجد بمكعب الروبيك وتوجد بين زاويتين، وبتتكون من لونين وعددها 12 قطعة حافة. خلينا نعدها، هاي الحافة الأولى، الحافة الثانية، الحافة الثالثة والرابعة، هاي 4 طبقة وسطية. هلا هون عندنا كمان واحدة، وهنا ثانية، وهنا ثالثة، وهنا رابعة، وهون عندنا بالطبقة السفلية هاي أولى وهاي الثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة، فبكون عددهم 12 قطعة حافة. وطبعا قطعة الحواف هيك بكون شكلها خارج المكعب، بتكون هيك زي ما حكينا بتتكون من لونين. هون عندنا تاتي الأحمر والأخضر، تعالوا ندور عليها. هاي هون عندنا هاي الأحمر والأخضر هيك وهي خارج المكعب بكون شكلها، وهيك داخل المكعب. رح نمر بمصطلحات واحنا بنحل مكعب روبيك. والمصطلحات هي خوارزمية، كلمة خوارزمية. انتو بتتساءلوا ايش هي خوارزمية؟ الخوارزمية هي مجموعة من حركات بنسويها بمكعب الروبيك لحل المشكلة اللي بتواجهنا اثناء حله. مثلا عندنا هون مشكلة وهي زوايا مقلوبة واجهتنا أثناء حل مكعب روبيك 3×3، فشو بنسوي؟
بكل بساطة بنحلها بخوارزمية معينة عشان نحل هاي المشكلة. وبدي أذكركم إن الخوارزمية بتتكون من حركات معينة، وهيك بنكون حلينا مشكلة وحلينا المكعب. وفي خوارزمية رح نعتمد عليها تقريبا بشكل أساسي وإحنا بنحل مكعب روبيك 3×3. طبعا اسم هاي الخوارزمية خوارزمية ترتيب الألوان، وهاي الخوارزمية بتتكون من 4 حركات. هي طبعا هي سهلة بس لازم تحفظوها منيح. وطبعا تتكون من الحركات الآتية: تحريك الوجه الأيمن من المكعب من الأسفل إلى الأعلى حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من المكعب من اليمين إلى اليسار مرة واحدة، تحريك الوجه الأيمن من المكعب من الأعلى إلى الأسفل مرة واحدة، وتحريك الوجه العلوي من المكعب من اليسار لليمين مرة واحدة. طبعا هاي هي الحركة، لازم تعيدوها أكثر من مرة عشان ترسخ معكم. خليني كمان مرة نعيدها: تحريك الوجه الأيمن من الأسفل للأعلى حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من المكعب من اليمين لليسار مرة واحدة، تحريك الوجه الأيمن من المكعب من الأعلى للأسفل حركة واحدة، وتحريك الوجه العلوي من المكعب من اليسار لليمين حركة واحدة. خلينا نعيدها كمان مرة: تحريك الوجه الأيمن من الأسفل إلى الأعلى مرة واحدة، تحريك الوجه العلوي من المكعب من اليمين لليسار مرة واحدة، وتحريك الوجه الأيمن من المكعب من الأعلى إلى الأسفل حركة واحدة، وتحريك الوجه العلوي من المكعب من اليسار لليمين حركة واحدة. نعيدها كمان مرة: تحريك الوجه الأيمن من الأعلى للأسفل حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليمين لليسار حركة واحدة، تحريك الوجه الأيمن من الأعلى للأسفل حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليسار لليمين حركة واحدة. نعيدها: تحريك الوجه الأيمن من الأسفل للأعلى حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليمين لليسار حركة واحدة، تحريك الوجه الأيمن من الأعلى للأسفل حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليسار لليمين حركة واحدة. بنعيد: تحريك الوجه الأيمن من الأسفل للأعلى حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليمين لليسار حركة واحدة، تحريك الوجه الأيمن من الأعلى إلى الأسفل حركة واحدة، تحريك الوجه العلوي من اليسار لليمين حركة واحدة. طبعاً للمعلومة بتكرروا هاي الحركة 6 مرات وبنحل معكم المكعب. مثلاً هاي أول مرة سويناها، هاي ثاني مرة، هاي ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، سادس مرة، بنحل معكم المكعب. هيك بنكون تعلمنا أساسيات مكعب الروبيك، من شو بتكون وإيش يعني خوارزمية، والخوارزمية الأساسية رح نعتمد عليها في حل هذا المكعب. خلينا هلا نبدأ بالحل. أول خطوة في حل مكعب روبيك 3×3 هي حل إشارة الزائد الأبيض عند المركز الأبيض، بحيث تكون الحواف هاي البيضة في المكان الصحيح. مثلا عندنا الحافة ذات اللون الأبيض، هاي هي الحافة ذات اللون الأبيض والأزرق، لازم تكون بين المركز الأبيض والأزرق. زي هنا مثلا عندنا التطابق، كمان أبيض أبيض أزرق أزرق. نفس الإشي للألوان الثلاثة المتبقية، هنا عندنا حافة لونها أبيض وأحمر، لازم تكون بين المركز الأبيض و الأحمر. هاي هون كمان عندنا التطابق أبيض أبيض أحمر أحمر. عندنا هون الحافة ذات اللون الأبيض والأخضر، هون كمان التطابق عندنا صحيح، أبيض أبيض أخضر أخضر، كمان هنا أبيض أبيض برتقالي برتقالي. هون الحافة ذات اللون الأبيض والبرتقالي، هاي لازم تكون بين المركز الأبيض والبرتقالي. الخطوة الأولى مقسمة لجزئين، الجزء الأول هو عمل إشارة زائد بيضاء عند المركز الأصفر، وهذا الجزء نسميه بالديزي نسبة لزهرة الأقحوان أو ديزي فلور. زي ما أنتم شايفين شكل إشارة الزائد البيضاء عند المركز الأصفر بتشبه هاي الزهرة. رح نعتمد بهذا الجزء على الطبقة الوسطية اللي شرحناها سابقا، واللي هاي هي الطبقة
الجزء الثاني من الخطوة الأولى هو عمل إشارة زائد بيضاء عند المركز الأبيض بحيث تكون الحواف بالمكان الصحيح. هل هون عنا مكعب مخربط؟ أول إشي بنسويه إنه بنبحث عن المركز الأبيض مكعب الروبك. هاي المركز الأبيض عندنا هون، وبنمسك المكعب وبنقلبه لتحت. بنعيد. أول إشي بنسويه وإحنا بنحمي المكعب إنه نبحث عن المركز الأبيض ونقلبه تحت. هاي هون عندنا المركز الأبيض، وهاي هون قلبناه تحت عشان يصير بهذا الشكل، يصير الوجه الأبيض لتحت. هيك أنتم ماشيين صح. هلا نمسك الطبقة الوسطية من المكعب. الطبقة الوسطية بتكون هاي الطبقة، الطبقة الثانية هي هون الطبقة الواحد اثنين، يعني هاي الطبقة. نمسك هاي الطبقة وندور فيها عن حافة إحدى لونيها أبيض. كيف يعني؟ يعني في عندنا هنا أربع حواف عاديين بالطبقة الوسطية، هاي الأولى هاي الثانية وهاي الثالثة والرابعة، بس إحنا الحافة اللي بدنا إياها بالطبقة الوسطية يكون إحدى اللونين فيها أبيض، مش لونين كلهم فيها أبيض. يعني مثلاً عندنا هاي فيها لون أبيض وأخضر، هاي إحدى لونينها أبيض، تمام؟ يعني نستخدمها. هلأ في احتمالين، لو لقيتهم بالطبقة الوسطية شو نسوي؟ بنمسك هاي الحافة اللي إحدى لونيها أبيض، بعدين بنقلب المكعب. ليش؟ عشان يصير اللون الأبيض من هاي الحافة بوجهنا. هلا بنشوف الحافة بأنه وجه صارت، لو كانت على الوجه اليمين أو على الشمال. أنا هون عندي موجودة على اليمين. أول إشي رح نشوف شو رح نسوي لو كانت على اليمين، بعدين رح نشوف شو رح نسوي لو كانت على الشمال. هلا لو كانت على اليمين بهذا الشكل موجود الوجه اليمين، نمسك الوجه اللي هي موجودة فيه، بعدين بنشوف الخانة رح نحطها فيها. احنا رح نحطها بها الخانة، فبنشوف اذا بالخانة رح نحطها فيها اللي هي هاي، لان لما نرفعها رح تصير بدال هاي الخانة. بنشوف اذا بهاي الخانة في حافة احدى لونيها ابيض، وعندي المركز الاصفر وبنفس الوجه اللي في الحافة اللي بدنا نطلعها بالخانة اللي هي موجودة فيها. هون عندنا زاوية لونها اخضر وبرتقالي، لعاد لا نعتبر انه ما في، يعني ما في عائق بناية من انه نرفعها لفوق بهذا الشكل. فشو بنسوي؟ بنمسك الوجه الايمن وبنرفعه للاعلى بكل بساطة. بتكون عندنا هيك اول جزء. طبعا هون عندنا كمان احتمال لو كانت على اليمين، نمسك الوجه اللي موجودة فيه، بنشوف اذا في حافة بالخانة اللي بدنا نطلعها فيها اللي هي هاي الخانة، لانه احنا لما نرفعها بتصير بهاي الخانة. بنشوف اذا في حافة احدى لونيها ابيض، هاي هي حافة، هتحقق اول شرط. هون عندنا ابيض واحمر، عند المركز الاصفر نفس الوجه اللي موجودة فيه، وبنفس الخانة اللي بدنا نحط فيها هاي الحافة ذات اللون الابيض والاخضر. طبعا هاي الحافة موجودة بمكانها الصحيح، بس دي انا بحكم اذا كانت بهذا الشكل مش بهذا الشكل فبتعتبرونها غلط. ليش؟ لانها مقلوبة، مفروض تكون بهذا الشكل. فلو ما كانت بهذا الشكل انه اللون الابيض عند المركز الاصفر زي هيك، يعني هنا اللون الابيض مش هنا، فبنعتبرها غلط. فهنا برضو ما بنعتبرها عائق انه نرفع الوجه الايمن للاعلى. اما لو كان في فوق هاي الحافة احدى لونيها ابيض، حافة عند المركز الاصفر وإحدى لونيها أبيض ومش مقلوبة وموجودة بنفس الوجه اللي فيها الحافة اللي بدنا نحطها بها الخانة، حافة فهون عندنا حافة. فشو بنسوي؟ بندور الوجه العلوي على خانة فاضية عشان نحط فيها هاي الحافة. نيد، لو كانت هاي الحافة موجودة بالمكان الصحيح، لو رفعنا هذا الوجه هاي الحافة تخرب. فشو بنسوي؟ بندور الوجه العلوي بكل بساطة على خانة عشان لما نرفع هذا الوجه على خانة فاضية، عشان لما نرفع هذا الوجه ما تخرب حافة تكون موجودة بمكانها الصحيح. فهي بتكون هيك، فإحنا بنلف الوجه العلوي. طبعا لو كانت هون في حافة بتلفوه كمان مرة عشان يكون هنا في خانة فاضية، بعدين بترفعوها. ونفس الاشي للجانب الأيسر، هاي هون لقينا حافة احدى لونيها ابيض، هاي هون عندنا حافة ذات اللون الابيض والازرق. بنمسك
المكعب بحيث يكون اللون الابيض من هاي الحافة اللي هو هذا اللون الابيض يكون بوجهنا زي هيك. بعدين شو نسوي؟ نمسك الوجه الايسر اللي هي موجودة فيه، بعدين بنشوف اذا فوقيها بهاي الخانة اللي بدنا نحط فيها هاي الحافة، حافة محطوطة بمكانها الصحيح وعند المركز الاصفر مش مقلوبة واحنا لونيها ابيض. هنا في عندي مكان فارغ ما في حافة احدى لونيها ابيض، فبكل بساطة بنمسك الوجه الايسر وبنرفعه لفوق. بعض الحالات لو منشوف هنا في حافة احدى لونيها ابيض ونمسك المكعب بحيث يكون اللون ابيض من هاي الحافة قبالنا، بعدين منشوف اذا في فوقيها بالخانة اللي بدنا نطلعها فيها، اذا في حافة احدى لونيها ابيض وعند المركز الاصفر ومحطوطة بالمكان الصحيح ومش مقلوبة. هنا لقينا حافة، فشو بنسوي؟ بندور الوجه العلوي على خانة فاضية عشان نحط فيها هاي الحافة. هون دورنا الوجه العلوي، لسه هاي في هنا قطعة محلولة، فلو حركنا هاي بتخرب، فكمان مرة بنلفها. هون صار عندنا هون هاي حافة فيها لون أصفر وأزرق، فهاي ما نعتبرها محلولة فنرفعها، وهيك نكون حلينا المشكلة. خلينا هلا نكمل. هلا خلينا نروح على الاحتمال اللي انتو ما بتلاقوا فيه بالطبقة الوسطية اللي هي هاي الطبقة الثانية، ما بتلاقوا فيها حافة احدى لونها ابيض، فالخيار انكم تدوروا بالطبقة السفلى على حافة احدى لونها ابيض. بس بدي اذكركم مسكة المكعب، لما انتو تكونوا تطلعوا ما تخربوا مسكة المكعب، فلازم المركز الاصفر لازم يضل فوق والابيض لتحت. خلينا نكمل. بندور بالطبقة السفلية على حافة احدى لونيها ابيض. هنا عندنا حافة اصفر واخضر، هنا ازرق واصفر، وهنا احمر واصفر، وهنا ابيض واخضر. هنا لقينا، نمسكها ونرجع لمسكة المكعب، خليها هي تكون هنا، هاي الحافة. بعدين بنحط هاي الحافة بحيث تكون بوجهنا، يعني تكون هاي الحافة موجودة بالوجه الأمامي اللي هو هذا، هاي الحافة تكون موجودة بالوجه الأمامي، مش نمسك هاي الحافة تكون بالوجه الأيمن، لازم تكون بالوجه الأمامي. هلا عندنا هون هاي الحافة ذات اللون الأبيض والأخضر، بنشوف فوقيها بالضبط هيك، بنمسك إيدنا هيك بنشوف هون هيك، بنشوف إذا فوقيها بالضبط هنا، يعني فوقيها بالضبط هنا نشوف إذا فوقيها بالخانة بدنا نطلعها فيها. إذا في حافة محطوطة بمكانها الصحيح عند المركز الأصفر ومش مقلوبة إحدى لونيها أبيض، فهنا موجودة عندنا، فهاي صارت مشكلة. فشو بنسوي؟ بندور الوجه العلوي قبل ما نلاقي خانة ما فيها حافة محطوطة بالمكان الصحيح. مثلا عندنا هنا ما في حافة محطوطة بمكانها الصحيح. بدي أذكركم إنه الحافة بتكون موجودة بهذا الشكل إحدى لونيها أبيض عند المركز الأصفر ومكانها الصحيح، بس هاي الحافة مقلوبة يعني نعتبرها مش محلولة. فخلص هيك بنكون حلينا مشكلة إنه يكون هنا في حافة محلولة ونخرب حالنا. فهيك نقدر ندور الوجه الأمامي من اليسار إلى اليمين، بعدين هاي الحافة ذات اللون الأبيض والأخضر نمسكها ونخلي اللون الأبيض من هاي الحافة قبالنا، يعني بوجهنا، يعني بالوجه الأمامي. بعدين نشوف هي موجودة بأنهي وجه، هون إنها موجودة بالوجه الأيمن. بعدين بنشوف هون بالخانة اللي بدنا نحطها فيها إذا في حافة إحدى لونيها أبيض ومش مقلوبة، محطوطة بالمكان الصحيح وعند المركز الأصفر. هنا إذا مش موجودة فبنرفع الوجه الأيمن لفوق. أما لو كان فيه شو بنسوي؟ بنضل ندور الوجه العلوي على خانة فاضية عشان نحط فيها هاي الحافة. هاي هون لساتها واحدة محلولة، كمان مرة هنا ما في اشي، فبنرفعها بكل بساطة. نفس الاشي بالجانب الايسر، لو هنا لقينا هنا فيها حافة لونها ابيض واخضر وهنا ما في اشي، فبنرفعها بكل بساطة، ولقيناها بالجانب الايسر. فقبل ما نلاقيها بالجانب الايسر اصلا بتمسكوا هاي الحافة وبتخلي اللون الابيض منها اقبالنا، يعني بالوجه الامامي. لو كانت بالجانب الايسر بنشوف اذا هون بالخانة بدنا نحطها فيها
حافلة موجودة عندي المركز الأصفر مكان الصحيح ومش مقلوبة وإحدى لونها أبيض هون مش موجودة فبنمسك الوجه الأيسر ونرفعه. أما لو كان في فوقيها حافلة إحدى لونها أبيض عند المركز الأصفر ومش مقلوبة بالمكان الصحيح فمندور الوجه العلوي مرة نشوف إذا صار في خانة فاضية هنا حافة فاضية هون عندنا حافة ذات اللون الأبيض والأحمر فمحلول هذا اللون نخربها حالنا كمان مرة بنلفها هنا أزرق وبرتقالي فهنا صارت فاضية هلا نرفع الحافة ذات اللون الأبيض والأخضر بتصير بمكانها. أما لو ما كان في حواف لا بالطبقة الوسطية ولا بالطبقة السفلى والزائد عندكم لساته مش مكتمل فأكيد بيضل الحواف ذات لونين أبيض بالطبقة العليا بس بتكون مضموبة. فهنا عنا ثلاث حواف من الزائد الأبيض حوالين المركز الأصفر بس في عنا هنا واحدة مقلوبة. طبعا هاي لها خوارزمية. أول إشي لازم الحافة المقلوبة هاي تكون بالوجه الأمامي يعني لازم ما تكونش يعني الحافة ما لا تكون بالجانب الأيمن ولا الأيسر لازم تكون بالوجه الأمامي. هاي الحافة لازم تكون بالوجه الأمامي يعني اللون الأبيض من هذا لازم يكون قبالنا. بعدين بنسوي هاي الخوارزمية لف الوجه الأمامي من اليمين لليسار مرة واحدة لف الجانب الأيمن من الأسفل إلى الأعلى مرة واحدة لف الوجه العلوي من اليسار لليمين مرة واحدة لف الوجه الأيمن من الأعلى إلى الأسفل مرة واحدة. هلا مبروك نكون خلصنا الجزء الأول من الخطوة الأولى. خلينا ننتقل للجزء الثاني واللي هو حل إشارة الزائد البيضاء عند المركز الأبيض بحيث تكون الحواف في المكان الصحيح. بنذكركم مسكة المكعب المركز الأبيض لتحت والأصفر لفوق. خلينا نكمل ورح نعتمد بهذا الجزء على الطبقة العليا. هلا بنشوف مثلا أي حافة عند المركز الأصفر حافة إحدى لونها أبيض بالوجه العلوي مثلا لأن الزاوية ذات اللون الأبيض والأخضر بنمسكها ونحطها قدامنا بعدين بنلف الوجه العلوي بنضلنا نلفه قبل ما يتطابق اللون الأخضر مع المركز الأخضر بهذا الشكل نيت مثلا بندور بالوجه العلوي على الحافة اللي بتتكون من اللون الأبيض والأخضر بعدين نمسكها ونحطها قدامنا بعدين بنلف بنضل نلف الوجه العلوي عبل ما يتطابق اللون الأخضر مع المركز الأخضر هون اللون الأخضر مع برتقالي خطأ أخضر مع أخضر صح فأنتم بدكم تلفوها عبل ما يتطابقوا مع بعض بعدين هم بيكونوا عنا بالوجه الأمامي لو كانوا عنا بالجانب الأيمن نمسكهم بنحطهم قدام يكونوا بالوجه الأمامي بعدين بنمسك الوجه الأمامي وبنلفه مرتين واحد اثنين وزي ما انتم شايفين بنكون كوننا أول جزء من إشارة الزائد البيضاء عند المركز الأبيض بيكون بهذا الشكل لو انكم مش مخطئين. هلا بنرجع نقلب المكعب بحيث يكون المركز الابيض لتحت والاصفر لفوق بعدين بنبلش بالوجه العلوي بندور على حافه اللي بتتكون من اللون الابيض والبرتقالي هي عندنا ابيض وبرتقالي بنمسكها ونحطها قدامنا بعدين بنضل نلف الوجه العلوي قبل ما يتطابق اللون البرتقالي مع المركز البرتقالي هون عندنا برتقالي وازرق خطا برتقالي وبرتقالي صح طبعاً هم أوريدي بيكون عنا عند الوجه الأمامي بعدين نمسك الوجه الأمامي ومنلفه مرتين هيك بنكون خلصنا ثاني جزء من إشارة الزائد البيضاء عند المركز الأبيض بيكون طبعاً بهذا الشكل طبعاً سيبكم من الزاوية لأنه مش شغلنا بس شغلنا بالحواف خلينا نرجع نقلب المكعب برضو ندور بالوجه العلوي على الحافة اللي تتكون من اللون الأبيض والأحمر هيها اللون الأبيض والأحمر نمسك الوجه العلوي نضل نلف على ما يتطابق معنا اللون الأحمر مع الأحمر بهذا الشكل بعدين نحطهم بالوجه الأمامي بعدين نلف الوجه الأمامي مرتين بهذا الشكل
هلا نكون خلصنا ثلاث أجزاء من الخطوة الأولى، هاي الأبيض والأخضر، أبيض وبرتقالي، هنا أبيض وأحمر، ضل أبيض وأزرق. نرجع لك المكعب، هاي عندنا هنا الأبيض والأزرق، طبعاً نضل نلفها عبد ما يطبق لون الأزرق مع الأزرق بهذا الشكل، هنا متطبقين بالصفة. خلينا نقول إنه موجود زي هيك، عندنا هنا أبيض وأزرق، فنمسك الوجه العلوي ونضل نلفه بما يطبق الأزرق مع الأزرق. نضلنا نلفه، هاي هنا هدول طابقوا معنا. هلا بنمسك الوجه الامامي، طبعا بذكركم انه لازم نضلهم مع الوجه الامامي هدول الابيض والازرق والازرق، بعدين بنمسك الوجه الامامي بنلفه مرتين، وهيك بنكون حلينا اول خطوه، وبصراحه هي اهم خطوه بحل مكعب روبيك 3×3، وهي تكوين اشاره الزائد البيضاء عند المركز الأبيض بحيث تكون الحواف في المكان الصحيح.